العليوين بارك، الجمعيه جمعيه التنميه الاجتماعيه بدوار ولادي حياه اللي كتشتغل في توزيع الماء الشروب في عالم قروي، كتربط 2300 منزل اللي كتستافد من هذا المشروع ديال الماء. الجمعيه كتعطي لشي 60 منزل الماء بالمجان الناس اللي ما عندهمش. الجمعيه كتشغل 10 ديال الناس في هذا المشروع ديال الماء، كنساعدوا في مساعدات انسانيه كالتطبيب وشراء الادويه بالمجان الناس المعوزين. الجمعيه كتخدم كتعطي الماء بالمجان المرافق، المدرسه الجامعه المستوصف. الجمعيه بنات من هذا المشروع ديال الماء ثلاث قناطر، بنات الجامع، بنات صهاريج الماء، وبنات مقر الجمعيه اللي الجمعيه دابا عندها مقر وعندها مداخل اخرى من غير مداخل ديال الماء. شعيب جواد من جمعيه بيتي، بهذه الجائزه اللي هي اعتراف بعمل الجمعيه والطاقم ديالها ككل. بطبيعه الحال هذا ماشي عمل فردي انما تتويج لعمل سنوات. فيما يخص المشروع اللي شفته هنا في الفيديو اللي هي ضيعه في المنطقه ديال المناصره حدا القنيطره، هذا المشروع كيستهدف اطفال فضائيه صعبه ولكن شبان اللي اعاده ادماجهم في المجتمع وتهيئهم فيما يخص يعني المهن المتعلقه بالفلاحه بصفه عامه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.